السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يهود المدينة يكثرون من السؤال، ليس من باب التعلم والاسترشاد، ولكن من باب التعنت والعناد. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن اليهود تخشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة. يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يستوي ويعظم ويستدير، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان. وسأل بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك أصحابك أيها النبي عن الأهلة وتغير أحوالها. والهلال هو جزء من القمر، يبزغ وينير أول كل شهر هجري. وكان العرب حين يرون الهلال يستبشرون ويقولون: أهل الهلال واستهل. وكان العرب إذا سمعوا صراخ الوليد يقولون: استهل الصبي. وإنما هو هلال واحد، فلماذا جاء السؤال بصيغة الجمع يسألونك عن الأهلة؟ كان السؤال عن أحوال الأهلة المتغيرة. وكان سؤال يهود المدينة عن الأهلة لا يخلو من المكر والخبث، فكان لابد من إجابة الحكيم. لم يجب عن سؤالهم، لأن هناك سؤال أولى: ما الحكمة من الأهلة؟ قل: هي مواقيت للناس والحج. قل لهم أيها النبي: جعل الله الأهلة علامات للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم وأوقات معاملاتهم، فنحن لا نبدأ الصيام حتى يرى هلال شهر رمضان. والمعاملات أيضا مرتبطة بظهور الهلال، كمدة الحمل ومدة الرضاعة وعدة المرأة المطلقة والديون والبيع والشراء وغيرها. قل: هي مواقيت للناس وخصوصا الحج، لأن الحج هو العبادة الوحيدة التي لا تؤجل أبدا عن موعدها، فمن فاته عرفات فاته الحج في ذلك العام. أما الصوم فيقضى إن كان هناك عذر، وكذلك الصلاة. قل: هي مواقيت للناس، لكل الناس، يسهل على الجميع رؤيته، يراه الكبير والصغير، يراه العالم والجاهل. أما السنة الشمسية لا يتقنها إلا النادر من الناس، من علماء الفلك والحساب. وكان يهود المدينة يعتمدون على رؤية الهلال في حساب يوم عاشوراء. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن ربط التكليف بحركة القمر وليس بحركة الشمس، فيأتي التكليف في كل الفصول، مرة في الصيف ومرة أخرى في الشتاء، طارة في الربيع وطارة في الخريف. وكان سائدا في الجاهلية من بعض قبائل العرب ومنهم الأنصار أنهم إذا أحرموا بالحج والعمرة ليس من البر وليس من التقوى أن يدخلوا البيوت من أبوابها، بل يدخلون من ظهورها، فكانوا يفتحون فتح في الجدار من الخلف، وكانوا يتسلقون الجدران من الخلف. وعلى النقيض كان هناك قبائل أخرى من العرب لا يقومون بذلك، منهم قبيلة قريش وخزاعة وكنانة، وكانوا أقرب إلى ملة إبراهيم عليه السلام، فسموا حمصا من الشدة والحماسة في الدين. فأهل الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية والصحابة بالعمرة، فدخل حجرة، فدخل في أثاره رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ فقال: رأيتك دخلت فدخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس. فقال: وأنا أحمس، وأنا على دينك. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وفي أول الإسلام من دخول البيوت من ظهورها إن أحرمتم بالحج والعمرة، ظنين أن ذلك من أوجه البر والتقوى والقرب إلى الله عز وجل. فكل من يتقرب إلى الله بما لم يشرعه
فهو مبتدع وعمله مردود. ولكن البر والخير، بر من اتقى الله وامتثل أوامره واجتنب معاصيه. وأتوا البيوت من أبوابها، وادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج والعمرة. وهذا لأنه أسهل وأيسر وأقرب، وهذا من مقاصد الشريعة، ونسمعها الآن كثيرا لكل من يلتف على الأصول، فيقال له: وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واخشوا الله تعالى في كل أموركم، لتفوزوا بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة، فإنه سبب للفلاح وسبيل للنجاح. جزاكم الله خيرا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.